بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من الساعة 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. النص الأول من حلقتنا بقى فيه مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها، وطبعا بنجيب لحضراتكم أهم وأحدث الأخبار في الفترة اللي احنا فيها. النص الثاني بيبقى معانا فقرة حوارية. فقرتنا النهاردة مع أسطورة من أساطير كرة اليد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، والمجيل الحقيقة اللي حط مصر في البدايات على طريق العالمية في كرة اليد، واللي فاجئ مصر كلها فجأة. يعني كرة اليد كانت قبل كده يعني موجودة بس ما كانتش بالقوة ده، وما كناش حتى يعني متابعين ليها، ولكن بعد جيل هذا النجم الكبير والمجموعة اللي جت وحطت مصر على الطريق من ساعتها، ومصر في الطريق الصحيح يمكن من 30 سنة، من سنة 90 لما كانوا هم شباب. النهاردة نجمنا الكابتن أشرف عوض. كابتن أشرف عواد انضم للجهاز الفني في النادي الأهلي منذ أسبوعين أو ثلاثة، اختاره كابتن طارق محروس، وافق طبعا النادي الأهلي عليه في وجوده مع الجهاز. كنا محتاجين اسم كبير، روح جديدة في الجهاز، لأن الحقيقة كابتن أشرف عواد معروف عنه الروح المقتالية، فكان لازم اللعيبة تشرب منه ده في الوقت اللي هو بالنسبة لهم أسطورة كبيرة. احنا منتظرين منك كتير، هيكون معنا في الفقرة التانية. انتظروا أسرار كتير وكواليس كتير عن تاريخه كلاعب، وايضا عن مستقبله مع النادي الاهلي كمدرب عام. خلينا نروح لاخبارنا، هنبتدي بكره اليد للسيدات. كره اليد للسيدات كان عندنا مباراه اتلعبت يوم السبت اللي فات مع سموحه، فزنا بنتيجه 28-22، فرق 6 اهداف. فريق سموحه فريق محترم، خلي بالكم يعني النتيجه دي نتيجه كويسه جدا، لان سموحه الحقيقه مش بيخسر بالنتيجه دي. فريقنا حتى الان ده في الماتش ده كان في الجوله السابعه، واتلعب زي ما قلت لحضراتكم السبت اللي فات على صاله نادي سموحه بالاسكندريه. فريقنا كده كسب 7 ماتشات كلهم. كسب مين؟ مركز شباب شاشه الليان والترسانه واتحاد الشرطه ومنوف الرياضي وهوليليدو، و6 اكتوبر مركز شباب شاشه الانعام. انا اسف. الاهلي هيلعب الماتش الجاي مع نادي الطيران يوم السبت اللي جاي باذن الله، كل التوفيق ليهم. والبطوله زي ما قلت لحضراتكم او بطوله الدوري دلوقتي بتتلعب بمجموعتين، النادي الاهلي في مجموعه في مجموعه ثانيه، هناخد اول ثلاثه من هنا اول ثلاثه من هنا، هيطلعوا يلعبوا الدور اللي بعد كده، هيبقوا 6 فرق وهيبقوا اقوى 6 فرق في الدوري. في ماتشات كتيره بتخلص بفرق كبير، في ماتشات كتيره بتخلص بفرق كبير، ولكن في الادوار اللي بعد كده مش هيبقى فيه هزار، هتبقى مباريات صعبه كتير على الفريق. طيب خلينا نروح لكره السله رجال. بعد ما كسبنا الحمد لله دور ال 16 وتاهلنا الحمد لله وماشيين يعني الحمد لله، بطوله عربيه، بطوله القاهره، بطوله عربيه، التصفيات او الدورات المجمعه في الدوري المرتبط، وبعد كده دور ال 16 الحمد لله ماشيين بدون هزيمه. الفريق الاول مع مستر اجوستي حتى الان الحمد لله العلامه الكامله في كل المباريات اللي خاضها. الاهلي هيواجه مين بقى في الجمعه الجايه؟ يواجه الاتصالات في ربع نهائي دوري المرتبط. الفريق الاول لكره السله رجال بنادي الاهلي بقياده مديره الفني الاسباني اجوستي بوش هيلعب يوم الجمعه اللي جاي مع نادي المصريه للاتصالات في ذهاب دور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط اللي احنا فيه ان شاء الله. هنلعب مع نادي الاتصالات ماتشين، ماتش الجمعه والماتش الثاني هيبقى يوم الاثنين، ماتش الجمعه بره، ماتش الاثنين في ملعبنا. الاهلي وصل دور الثمانيه بعد طبعا ما فاز على نادي القناه ذهابا وعوده، والاهلي كان اتصدر طبعا المجموعه الرابعه بعد ما فاز على الطيران وطنطا وسبورتنج، رايح جاي كبار وصغيرين، وعايز اشيد بفريق المرتبط، فريق المرتبط 18 سنه بقياده الكابتن اسلام الكيلاني، الفريق عامل ماتش كويس، ماتشات كويسه جدا، كل ماتشاته كاسبها، وطبعا بيساعد بكده الفريق الكبير. وبرضو خليني اقول لكم انه الفريق الكبير برضو لازم نشيد بامانه بفريق القناه، فريق القناه اللي لعب ضده النادي الاهلي دور ال 16 بالامانه هذا الفريق عمل ماتشين كويسين جدا مع النادي الاهلي، ماتش في ملعبنا وماتش هناك في صاله هيئه قناه السويس، الماتشين ادى فيهم اداء كويس لدرجه ان نادي قناه كان متقدم على النادي الاهلي في اول المباراه. لازم نشيد بيه ولازم نشيد بادائه ولازم نشيد ان باللي بيشتغل وبيجتهد وبامكانيات يعني مش كبيره ضخمه، ولكن عملوا فرقه كويسه لازم نشيد بيهم، ونوجه لهم التحيه من برنامج الابطال لفريق القناه. طيب هنروح للرجال ايضا، زي ما احنا مع فريق الرجال عندنا ثمن النهائي كاس مصر، بطوله كاس مصر كانت طبعا اتعمل قرعتها، هنلاعب طبعا باذن الله الترام في ثمن نهائي كاس مصر. القرعه زي ما قلت لحضرتك اتعملت طبعا، والاهلي في حاله فوزه ان شاء الله في الترام هيقابل الكسبان من الجياد ونادي جزيره الورد. دور ال 16 هيبدا يوم 23 نوفمبر اللي احنا فيه، وده هيكون بعد نهايه الدوري المرتبط. وخليني اقول لكم انه يعني اصحاب الجياد ونادي جزيره الورد انا بحكم يعني رؤيتي كده ممكن يكون متاهل جزيره الورد، طبعا مع احترامنا لفريق اصحاب الجياد المجتهد،
ولكن بنسبه كبيره هنكون الترام في دور ال 16، دور الثمانيه هيكون نادي جزيره الورد، دور الاربعه ان شاء الله هنقول لكم بعد كده مين على ضوء النتائج في الماتشات الثانيه. وخليني برضو اقول لكم ان فريق ان اتحاد السله السنه دي عمل حاجه كويسه يعني لازم نشيد بيها ايضا، انه من اول الموسم ضغط الدنيا. السنه اللي فاتت لما الدنيا كانت وسعت شويه جينا في اخر الموسم يا الدوري يتلغي يا اعداد المنتخب ما يبقاش على قدر بطولة افريقيا، وللاسف كان الدوري هو يعني او استكمال الدوري كان في اللحظه دي كان من اولويات اتحاد السله، فطبعا ده جه على اعداد المنتخب. اتحاد السله السنه دي تعلم مما حصل السنه اللي فاتت، وعلى فكره اللي حصل السنه اللي فاتت كان نتيجه ظروف خارجه عن اراده الجميع، كانت ان البال او بطوله افريقيا قالوا عليها يعني قالوا هنلعبها فجاه بعد ما اتاجلت عشان كورونا، فجاه قالوا هنلعبها، فدي زنقت الدنيا وراح ساعتها نادي الزمالك لعب فالدوري توقف شهر لخبطت الدنيا. فاتحاد السله قال لك انا ما اعرفش ايه الدنيا بعد كده تبقى في ايه، طب انا اخلص من دلوقتي من ايه من دوري المرتبط. واكبر دليل على كده انه ما خلاش الماتشات بيست اوف 3 ماتشين وبيلجا لفريق الاول النقاط الفريق الاول على طول، لو تساوي في النقاط يبص على الفريق الاول، تساوي ايضا في النقاط يبص على المرتبط، وده امر مستحيل يتظبط بالمل يعني. فضغط الدنيا بشكل كبير بحيث انه ما يطولش فتره المرتبط، زي ما انتم شايفين مرتبط قبل 20 نوفمبر او قبل 18 19 نوفمبر بالكثير هيكون خلصان دوري المرتبط، ودي حاجه جيده عشان نبتدي استعداد المنتخب لتصفيات كاس العالم، لان عندنا تصفيات كاس العالم في فبراير. طيب هنروح لكره السله سيدات اللي بنقولهم هارد لاك، هارد لاك ماتش سبورتنج اللي فات ان شاء الله القادم افضل، يعني ماتش السوبر يعني ما كناش موفقين فيه بشكل او اخر، ولكن اكيد الجهاز الفني هيشتغل على الاخطاء وما عندنا مصابين، ولكن ان شاء الله القادم افضل. الاهلي ينتظر الفائز من الغابه والطيران بربع نهائي كاس مصر لسيدات السله. قرعه بطوله كاس مصر لسيدات كره السله اتعملت من ايام وجنبت الاهلي اللعب بدور ال 16 ليه؟ عشان احنا حامل اللقب. الاهلي هيلعب في دور الثمانيه مع الكسبان من الغابه والطيران، ولو كملنا سكتنا لدور الاربعه هنلعب مع الكسبان من الزمالك والشمس وسموحه ومصر التامين، هيطلع من الاربعه فرقه هنلاعبها ان شاء الله، وبيتهيألي يعني كالعاده هيكون النهائي على ما يعني اتوقع هيكون الاهلي وسبورتنج، لان سبورتنج فرقه محترمه والنادي الاهلي ايضا فرقه محترمه، فغالبا هتبقى البطولات مناصفه بين الفرقتين هذا الموسم ان شاء الله، نتمنى كل البطولات للنادي الاهلي اكيد. فرقتنا السنه اللي فاتت طبعا انتوا عارفين انها فازت بالكاس، وسبورتنج فات بدوري السوبر، ولكن وكان هم طرفي لقاء ماتش السوبر اللي فات يوم الاثنين. ان شاء الله القادم افضل لكره السله سيدات بالنادي الاهلي. طيب هنروح لكره الطائره رجال، يمكن خبر برضو كويس، المحترف او انضم لينا، لان طبعا عارفين حضراتكم انه خد اكستنشن او خد اجازه زياده لظروف عائليه من كابتن محمد مصلحي ميدو، ولكن مواجهه تويا معلش احنا لغايه ما نتعود على اسمه لان هو لسه يعني منضم جديد، فطبعا اهو هذا اللاعب الامريكي. على فكره انا عايز بس ادي لكم ملخص، ده لاعب منتخب امريكا، لاعب من الطراز الاول من الصف الاول لكره الطائره في العالم كله، لعب في اقوى الدوريات في العالم، يمكن اخر دوري لعب فيه تقريبا الدوري البولندي، حقق مع امريكا برونزيه بطوله كاس العالم اتلعبت في اليابان 2019، زي ما حضراتكم شايفين بيرتدي تيشيرت او قميص النادي الاهلي عشان يتصور بيه، هو رحب جدا بالانضمام للنادي الاهلي، وحقق مع امريكا طبعا زي ما قلت لحضراتكم برونزيه كاس العالم. والحقيقه النادي الاهلي لما بيفوض اي لاعب سمعه النادي الاهلي على مستوى العالم زي جنيه الذهب، اكيد اي لاعب بيرحب بالانضمام للنادي الاهلي. كاميرا الابطال كانت موجوده في مراسم التوقيع وعملنا التقييد، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. المحترف الامريكي طبعا تعاقدنا معاه تقريبا في شهر 8 بعد مجهود يعني يعتبر كبير جدا من اداره النادي كلها، وعايز اقول لك ان الموضوع جه يعني انا مبسوط جدا ان العنصر ده جه يعني كواحد بيلعب في منتخب امريكا، دي حاجه مشرفه جدا وكبيره جدا ان هو يلعب في مصر ويلعب في النادي الاهلي. الاداره ما بخلتش خالص علينا، الاتصالات تمت بسرعه والحمد لله خدنا الموافقات بسرعه جدا، لان هو كان عنده عقود ثانيه في بولندا وفي الصين، وعايز اقول لك بمبالغ اكتر من كده، هو كان ليه طلب واحد بس ان هو يجي في نص شهر 10، وانا وافقت على طول لان عارف ان الدوري بتاعنا بيبدا في نص 11 تقريبا او حاجه، لان كان عنده ظروف عائليه يعني، هو ده كان طلبه الوحيد وانا وافقت، وهو فعلا يعني بقاله شويه ما اتمرنش، لكن بقاله اسبوع متمرن معانا وانسجم مع الفرقه، وان شاء الله اتمنى ان هو ينسجم اكتر من كده، لان ده مهم جدا بالنسبه لي ان هو ينسجم مع الفرقه وياخد عليها، وهو فعلا حبوب جدا وان شاء الله يبقى اضافه للفرقه. هو بيلعب في مركز 4 زي احمد سعيد كده وعصران وعبد العال معاهم في نفس المركز، وان شاء الله يبقى اضافه كبيره جدا، استقباله كويس جدا وعنده خبره عاليه،
من خلال يعني الاسبوع اللي فات ده. لسه ما اداش كل اللي عنده، لكن ان شاء الله يبقى اضافه كويسه قوي للفريق. شكرا، هذا شرف كبير لي. في البدايه وكيلي تواصل مع اداره النادي الاهلي والمفاوضات بدات لكي انضم الى الفريق. انا سعيد للغايه، للمره الاولى ساكون متواجدا في مصر وافريقيا، واحب ان العب في دول واماكن مختلفه. هذا ممتع للغايه، الفوز هو هدفي الفتره القادمه، ونتواصل مع جميع اللاعبين اكثر. كانت هناك اختيارات ومفاوضات اخرى من انديه اخرى، لكنني اخترت ان انضم الى النادي الاهلي لأنني أحب أن ألعب في أماكن مختلفة وأتعرف على ثقافات جديدة، وبالأخص الثقافة المصرية. ما زلت لم أرى المسابقات في الموسم، ولكن سنسافر إلى مدينة الإسكندرية للعب بعض المباريات الودية للمعرفة أكثر عن المباريات وطريقة اللعب، ولكن الكل يقول نحن الأفضل، هذا ما أتوقعه أيضا. سعيد للغاية لأنني سألعب لجمهور الأهلي وسنفوز لهم أيضا، وأريد من جمهور الأهلي أن يدعمونا دائما في جميع المباريات. الحقيقة ليا تعليق على الصفقة دي. من وجهة نظر يعني المتواضعة، أنه الصفقة دي أعلى صفقة جت في تاريخ الألعاب الأخرى من ناحية مستوى اللاعب. يعني لما يبقى لاعب بيلعب في منتخب أمريكا اللي حصل على برونزية كأس العالم، وما زال حتى الآن بيلعب مع منتخب أمريكا على فكرة، والبرونزية خدها سنة 2019 مش بعيد. فالليفل ده الحقيقة يخلينا نقول أنه من أعلى صفقة جت في تاريخ الألعاب الأخرى كان اللاعب ده. طب حاجة تانية، اللاعب ده هو جاي قاري كويس على النادي الأهلي، يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين هو وجه كلامه لجمهور النادي الاهلي، يعني هو عارف قد ايه جماهير النادي الاهلي العريضه، وعارف قد ايه مؤازره الجماهير واهميه الجماهير بالنسبه للاعيب النادي الاهلي. حاجه تانية انه الفريق كان منتظره عشان يروح اسكندريه، هو عارف، يعني هو جاي عارف انه رايح على اسكندريه، وبالفعل الفرقه لعبت سموحه ولعبت الاتحاد وكسبوا 3-0. كل التوفيق لفريق كره الطائره، ان شاء الله هيكون اضافه كبيره، جارتها هيكون اضافه كبيره جدا لفريق كره الطائره ان شاء الله. رجال، خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نرجع نكمل مع حضراتكم الاخبار، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نروح لكره الماء. كره الماء الموسم لسه ما ابتداش، ففريق كره الماء نظم بطوله وديه على حمام سباحه الاهلي او نادي الاهلي الجزيره، شارك فيها الشمس والجزيره وهليوبلس. نجح فريق كرة الماء بالنادي الأهلي أنه يفوز على الشمس 13-11 في مباراة قوية جدا. طبعا المباراة دي كلها ودية، والهدف منها هو الاحتكاك مع فرق مميزة زي الجزيرة والهليوبلس والشمس قبل بداية الماتشات الرسمية. وعلى فكرة كرة الماء من الألعاب الجميلة قوي، لما بتشوفها في الصور أو في التلفزيون ما بتستمتعش بيها، لو اتفرجت فعلا على حمام السباحة على الماتشات دي بجد هتستمتع، لأنه اللعبة صعبة، لعبة عنيفة جدا، عايزة فتنس خارق، مش فتنس طبيعي، فتنس خارق، لان انت طول الوقت عايم على وش الميه وبتتعرض لزق وبتزق وبتجري وبترجع. لعبه بجد بجميع المقاييس ممتعه جدا، والنادي الاهلي خد فيها قفزات الكام سنه اللي فاتوا ورجع تاني على المنافسه بشكل كبير على كل البطولات المحليه باذن الله. طيب هنروح لنجمتنا الذهبيه ميار شريف. ميار عارفين حضراتكم ان هي بتسعى بشكل كبير انها توصل لتوب 50 زي انس جابر طبعا بطلتنا التونسيه. ميار شريف بتلعب دلوقتي بطولة الأرجنتين للتنس. ميار طلعت لدور ال 16 طبعا بمعجزة، والبطولة مستمرة لحد 7 نوفمبر. ميار كانت فازت في دور ال 32 على الأسبانية أندريا لوزارو بنتيجة 2-1. ميار كمان بتشارك في منافسات الزوجي، وتأهلت برضو دور ال 16 مع زميلتها الفرنسية ديانا باري بعد فوزهم على ثنائي الأرجنتين بنتيجة 2-0. يعني بتلعب فردي وبتلعب زوجي أيضا. ميار مركزه زي ما قلت لحضراتكم الفتره دي عشان عايزه توصل في التوب 50 على مستوى العالم. طب بتوصل لها ازاي؟ بتوصل لها بانها تلعب ماتشات كتير، تلعب بطولات كتير، وفي نفس الوقت تحصل نقط. كل ما بتلعب على مستوى العالم بطولات كتير، يعني من الارجنتين شفناها، فرنسا، بولندا، المانيا، اسبانيا، بتلف العالم ورا اي بطوله تقدر تلعبها عشان تلم نقط. كل ما بتكسب ماتش بنقط، فالنقط دي بعد كل شهر بيعملوا ابديت او تحديث للترتيب العالمي بالنقط اللي انت بتجمعها، بتاخد خطوه لقدام خطوه لقدام. لو دخلت، طب ايه فايده انت تخش في اول 50؟ لما تخش في اول 50 بتتحط في دروهات كلها سهله، يعني ما بتبتديش. ممكن انت كنت الاول وانت متاخر بتقع في الدور مثلا 32 او دور ال 64، ممكن تقع مع بطل عالم او واحد من العشره الاوائل. لما بتخش في التوب 50 القرعه بتجنبك اللعيبه الجامده،
هو ده، هي دي يعني قواعد والرولز بتاعت الاتحادات الدوليه في العاب المضرب. فميار بتسعى لده، لان زي ما بيقولوا المكسب بيجيب مكسب، هتكسب هتطلع فوق ال 50، هتكسب تاني ومش بعيد تعمل زي انس وتخش في العشرة الاوائل على مستوى العالم. كل التوفيق لنجمتنا، نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر، ميار شريف. طيب هنروح للريشه الطائره، هنروح للمحلي، انا اسف، هنروح للمحلي. عندنا الاسكواش، طبعا حضراتكم عارفين الاسكواش منتخب مصر بيعملوا سيلكشن لاحسن لعيبه، فوضع طبيعي انه يبقى في منتخب مصر. اشرف حنفي مديرا فنيا لمنتخب مصر، وده تم اختياره من الاتحاد الحالي بقياده المهندس عاصم خليفه. طبعا كابتن اشرف حنفي رئيس قطاع الاسكواش فين؟ في نادي بلاك بول، وتم اختياره مديرا فنيا لمنتخب مصر. وبالمناسبه اختار مصطفى عسل، كلمه، انا عرفت انه كلمه، قال له انت هتخش اكون معانا في البطوله اللي جايه باذن الله. كابتن اشرف كلمه تجربه مع منتخبنا الرجال، وكمان كان ليه تجربه مع الناشئين، وده بالاضافه لتدريبه الكثير من الفرق. اسم كبير طبعا كابتن اشرف حنفي، مش محتاجه كلام، وده يؤكد ان عنده خبره كبيره هيفيد بها اكيد منتخبنا الوطني باذن الله. كان الاختيار بينه ومن مين؟ بينه وبين امير وجيه. طب ما اختاروش امير وجيه ليه؟ لان امير وجيه قرر انه يخوض انتخابات الاتحاد القادمه اللي هتكون اخر نوفمبر على مقعد الرئيس، هينزل منافسا للمهندس عاصم خليفه. طبعا ما ينفعش او لازم، لائحه الاتحاد بتقول لازم تكون مبطل تدريب على الاقل سنتين، فهو لو وافق على تدريب منتخب مصر مش هيحق ليه الخوض الانتخابات على اي مقعد. فبتهيألي او مش بتهيألي، هو ده اللي حصل، كابتن امير وجيه اعتذر عشان عايز يخش على انتخابات الرئاسه. كل التوفيق طبعا، وربنا دايما ايه يوفق اللي عايز المصلحه اكيد، وكلهم عايزين المصلحه، فان شاء الله نتمنى التوفيق لمن يفوز باذن الله في هذه الانتخابات. طيب هنروح للريشه، لا هنروح للريشه الطائره. الريشه الطائره ليه دايما اخباره معانا؟ الريشه الطائره اتحاد صاعد، ودورنا هنا برنامج الابطال من اول يوم يعني كنا فيه وطلعنا فيه مع حضراتكم، قلنا هنساند اي اتحاد او اي بطل بيسعى انه يحط اسم مصر قدام. الريشه الطائره واتحاد الريشه الطائره واللعيبه الريشه الطائره بيعملوا او بيسطروا تاريخ جديد لمصر في هذه اللعبه. منتخبنا الوطني الاول الريشه الطائره حقق بطوله افريقيا، واللي اتلعبت في اوغندا في الفتره من 21 لحد 28 اكتوبر اللي فات. مصر حققت كام ميداليه؟ 7 ميداليات، وجم 2 ذهب، 4 فضه وبرونزيه واحده. منتخبنا قدم بطوله رائعه وقدر انه يفوز باللقب على حساب منافسين اقوياء ليهم تاريخ في اللعبه اكتر منا زي جنوب افريقيا والجزائر. بعثه منتخب مصر بتضم 8 لعيبه: احمد صلاح، ادهم حاتم الجمال، عبد الرحمن عبد الحكيم، محمد مصطفى كامل، ضحى هاني، نور يسري، جنى اشرف، جنى هشام، وبيدربه كابتن مصطفى كامل. اتحاد الريشه الطائره محقق نجاحات زي ما قلت لحضراتكم في الفتره الكبيره، الفتره اللي فاتت نجاحات كبيره، وقدر انه يشارك في بطوله العالم للفرق وبطوله العالم للسيدات للمره الاولى في تاريخه زي ما قلت لحضراتكم الايام اللي فاتت دي، وكمان شارك في الاولمبيات اللي فاتت ب3 لعيبه للمره الاولى في تاريخه. انا عايز اقول لحضراتكم انه لازم نقول اسم لعيب لعيب، ولازم نوجه لهم التحيه، ونربط على ايد الاتحاد، ونربط على ايد اللعيبه، واحنا شايفينهم وحاسين بيهم، واي نجم كبير بيحاول يحط اسم مصر قدام احنا اول ناس هتكون في ظهره، لان اسم مصر كبير ويستحق ان يكون في المقدمه دائما ابدا. المملكه العربيه السعوديه الحقيقه يعني الاخوه الاشقاء هناك بيعملوا طفره كبيره جدا في كل المجالات، خاصه الرياضه النسائيه. طب هتقول لي كده ليه يا هيثم؟ هقول لك، لانه بتعاون مصري مع الاتحاد السعودي بننظم اول بطوله للجمباز الفني للانسات في تاريخ السعوديه، وده خبر الحقيقه اسعدنا بشكل حاجه جميله جدا. السعوديه نظمت اول بطوله في تاريخ المملكه للجمباز الفني للانسات، وده بالتعاون مع الاتحاد المصري. الاتحادين المصري والسعودي عملوا بروتوكول تعاون علشان تنظيم بطولات في الفتره اللي جايه باذن الله. الاتحاد المصري كان ارسل مجموعه مكونه من 6 افراد بقياده الدكتوره لمياء علي عبد الرحمن، عضو مجلس اداره الاتحاد الجمباز، عشان يتم تنظيم البطوله على افضل شكل، والبطولات لاقت استحسان كل الناس سواء على المستوى الفني او التحكيمي او الاداري. المملكه مركزه في الفتره دي بالاهتمام زي ما قلت لحضراتكم بالرياضه النسائيه ونشرها في ربوع المملكه بشكل كبير. خليني اقول لكم ان ده خبر اسعدني جدا، وانا بهني الاتحاد المصري للجمباز انه حط كل امكانياته وكل خبراته في التنظيم والاعداد. وبالمناسبه الجمباز عامل انجاز كبير، عندنا نانسي نجمتنا الكبيره اللي حققت رابع عالم في اول مره في التاريخ، وبالمناسبه نانسي ربنا عوضها، نانسي كانت عايزه تروح الاولمبياد وما تمش اختيارها من الاتحاد لاسباب فنيه، مش عشان هي مش يعني وحشه، لا كان ليها هدف تاني اللي هي بطوله العالم اللي كانت في مصر. ولازم تشارك على اكثر من جهاز، وهي بتشارك على الحلق بس. نانسي حققت رابع العالم، ربنا عوضها، لكل مجتهد النصيب، حققت انجاز تاريخي، خدت رابع عالم. انا بهني الدكتور ايهاب امين بصراحه من كل قلبي، لانه حط امكانيات الاتحاد كلها
تحت أمر الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تنظيم البطولات، وده حاجة تسعدنا جدا إن كل إمكانيات الرياضية تبقى تحت أمر أشقائنا وإخواتنا طبعا في المملكة، وكل طبعا إخواتنا العرب تكون كل إمكانياتنا الرياضية تحت أمرهم كده. طيب كده نكون خلصنا الأخبار. أنا داخل على آخر خبر محلي. آخر خبر محلي برضو، مصر نظمت من يومين بطولة الحقيقة نجحت بشكل كبير جدا والعالم كله كان بيتابعها الحقيقة، وهي بطولة كوبرو لمحترفين، أو بطولة كوبرو لجمال الأجسام، كانت الهواة وللمحترفين. اتنظمت في مدينة 6 أكتوبر على أحد المسارح والمسارح والستيج، وطبعا شارك فيها من الدعاية النجم الكبير بيج رامي، والحقيقة حصل فيها أمور كتيرة كويسة لمصر في هذه اللعبة. تأهل شكري وإمبابي لمستر أولمبيا، لعب اتنين رايحين مستر أولمبيا كمان، وثمان لاعبين مصريين هيحصلوا على بطاقات احتراف. المحترفين لما بيلعبوا اللي بيفوز منها بيروح لمستر أولمبيا في المركز في الاثنين في الوزنين اللي هو البادي بيلدينج و 212، اللي بياخد اول بيروح مستر اولمبيا على طول. في الهواء اول 8 بياخدوا بطاقات احتراف. معنى كده بالكلام اللي انا شايفه ده انه احنا السنه الجايه باذن الله مينيمم هيكون عندنا 5 لعيبه مشاركين في مستر اولمبيا كاكبر عدد من المصريين شاركوا على مدار التاريخ. البطوله دي شارك فيها عدد كبير جدا جدا من اللاعبين المصريين والاجانب، واسفرت نتائج اللاعبين المحترفين في البادي بيلدينج زي ما قلت لحضراتكم عن فوز الكندي ريجان جيمس بالمركز الاول، مش مصري، والحكام بالمناسبه جايين من مستر اولمبيا العالميه مش حكام مصريين. ومحمد شعبان جه في المركز الثاني، والانجليزي سامسون داوودا جه في المركز الثالث، ومحمد طه عبد الفتاح في المركز الرابع، ومحمد الامام بالمركز الخامس. في وزن 212 جه محمد امبابي زي ما قلت لحضراتكم في المركز الاول وتاهل لمستر اولمبيا، واحمد الورداني جه في المركز الثاني، ومحمد صلاح في المركز الثالث، وجاء الايطالي باسكولي انجيليو في المركز الرابع، وائل مكي بالمركز الخامس. وفي الكلاسيك فيزيكس نجح الاسباني جوزيه ماريا في الفوز بالمركز الاول، وحل الروسي ارتيم بوتشكوف في المركز الثاني، وبيتر مونار في المركز الثالث. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الحكام كلهم، وعلى فكره البارالمبيك كمان شارك، منظر جميل الحقيقه كان لمصر الحقيقه، كل العالم تابعه، الميديا العالميه تابعته، البارالمبيك كمان شاركوا على فكره في البطوله دي. والحقيقه مشاركه المصريين مع الاجانب، انا اكثر من 400 او 500 لاعب اجنبي ومصري كانوا موجود. الاستيج خلفيه فرعونيه زي ما حضراتكم شايفين، جول ابطال عالم في بلادهم، فلما يجوا يشاركوا في مصر يعني حاجه جميله، وقد ايه وصل العالم كله. طبعا ده طبعا الاسطوره بيج رامي مش محتاجين نتكلم عنه، كان يعني وجه كلمه وشكر السيد الرئيس على يعني ان هو ادى دعم للرياضيين، وشكر طبعا كل المسؤولين عن الرياضه. حاجه جميله وحاجه لما بتحط مصر قدام بنبقى احنا سعداء. دي كانت اخبارنا النهارده. خلينا نطلع لفاصل عشان نقابل الاسطوره ونقعد معاه ونتكلم عن تاريخه كلاعب وعن طموحاته كمدرب مع النادي الاهلي. فاصل وهيكون معانا النجم الكبير اسطوره كره اليد اشرف عوض. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب باسطوره كره اليد المصريه والنادي الاهلي كابتن اشرف عوض. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن ياسر مبارك، عامل ايه؟ كل تمام؟ وحشنا. وانت والله اكتر، ربنا يخليك. منور كره الاهلي. الله يخليك، منور بيك يا كابتن. كابتن اشرف عملنا لك تقرير كده عشان نفتكر، يعني نفتكر بس يعني مش احنا فاكرينها بس، يعني ايه نشط الذاكره بانجازاتك. خلينا نشوف تقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. أشرف عواض الكونكورد الطائر الذي أبهر الجميع بتصويباته الصاروخية، استطاع منذ بداياته أن يلفت الأنظار إليه بشدة، وبالرغم من أن بزوغه كان في سن صغيرة وداخل مركز شباب عين الصيرة، ولكن بفضل توهجه وقدرته على إثبات ذاته نجح في خطف الأنظار إليه من قبل مسؤولي النادي الأهلي. تدرج في صفوف الناشئين والشباب داخل القلعة الحمراء قبل أن يصعد للعب مع الكبار في موسم 89، ولمع وتألق ليجبر الجميع على احترام موهبته، وتم استدعاؤه للمنتخبات الوطنية، ومعها صال وجال في كافة البطولات والأحداث الدولية. عواض الكبير أو الكونكورد الطائر نجح في حصد العديد من الألقاب رفقة الشياطين الحمر، سواء بطولات للدوري الممتاز أو كأس مصر أو بطولة إفريقية أو البطولات العربية، وهو ما دفع مسؤولي نادي مونبلييه الفرنسي للتعاقد معه لمدة موسمين في 2000-2001 و2001-2002، ثم خاض تجربة احتراف بدول الخليج العربي. استطاع عواض رفقة منتخب الفراعنة الفوز ببطولة العالم للشباب عام 1993 تحت قيادة الراحل جمال شمس في البطولة التي احتضنتها القاهرة
وتوج بها منتخبنا الوطني على حساب المنتخب الدنماركي، ثم شارك في 3 دورات أولمبية أعوام 92 ببرشلونة، 96 بأتلانتا، و2000 بسيدني. وفي الدورتين الأخيرتين نجح أبناء النيل في الحصول على المركز السادس. وكان نجم الأهلي كابوسا مزعجا لجميع الحراس بسبب تصويباته الصاروخية والمفاجئة والتي دائما ما كانت تتسم بالقوة وتخترق أقوى الدفاعات. أما على المستوى الفردي فقد اندرج اسمه بين أفضل 3 لاعبين في بطولة العالم لليد عام 2001 والذي حصل فيه المنتخب الوطني على المركز الرابع، وهو أفضل مركز حققه منتخب إفريقي حتى هذه اللحظة. كابتن أشرف، بصراحة تاريخ كبير بأمانة، يعني حاجة يعني فكرتنا بأيام حلوة، وانا يمكن وانا بتفرج على الطبيب بقول لك استهلك حلو. والله طبعا في الاول كابتن قاسم بشكرك على المقدمه الجميله ديت، ودي حاجه طبعا تشرفني ان انا يعني بعد فتره طويله في قناه النادي الاهلي، وطبعا ده حاجه فخر ليا طبعا، وربنا يوفقنا ان شاء الله في اللي جاي كله باذن الله. ده بيتك. طب خلينا مش هينفع انا اتكلم، انت يعني انت مدرب طبعا فريق الاول، بس انا مش عايز اروح للصفحه دي دلوقتي، انا عايز اتكلم عن تاريخك كلاعب الاول. انت انضميت للنادي الاهلي ازاي؟ والله بص يا كابتن هيثم، وفي الحقيقه في الاول احنا كنت طبعا بلعب في مركز شباب عين الصيره، كانت المجموعه معانا كلنا، كان حازم وهاني حسن وصابر حسين ويحيى يوسف لا حازم عواد وكابتن هاني وصابر حسين كان معاك، وصابر حسين ويحيى يوسف مدرب الفريق الاول بتاع السيدات، كل ده كلكم من نفس الجيل. كان بيدربنا ساعتها كابتن شكري محمدي رحمه الله عليه، يعني الله يرحمه. وبدانا يعني نروح على النادي الاهلي، كان مين اللي شافكوا ومين اللي اكتشفكوا، ولا نتائجكوا اللي خليتكوا تروحوا؟ هو النتائج، وكان في شويه مشاكل كده في المركز، انت عارف المراكز كان في شويه مشاكل كده، فدي اللي حصل مشكله. ضعف امكانيات، فالكابتن شكري محمدي طبعا كان يعرف كابتن سمير عبد ربه الله يرحمه، الله يرحمه، وعملنا مباراه وديه مع النادي الاهلي، وقدرنا الحمد لله اللي احنا كلنا كمجموعه كلها اللي قلت لك عليها ديت اللي احنا نخش في النادي الاهلي. ويعني احنا لعبنا مع النادي الاهلي مباراه وديه يوم الاربع، كنا يوم الجمعه اول مباراه مع النادي الاهلي يعني. نصيب. والحمد لله يعني عملنا انجازات كويسه يعني في الفتره دي. كان سنك قد ايه ساعتها؟ كان 13 سنه ما شاء الله. كنت صغير يعني، يمكن انا لعبت يعني فريق، يعني كنت بلعب الفرقه الفوقيه بمرحلتين، صعد بس صعد فرقه مرحلتين، كان في نظام طبعا بتاع الاتحاد الاول انك ممكن لاعب الناشئين يلعب شباب ويلعب فريق اول، صعدت مرحلتين يعني تحت 13 مثلا ممكن تلعب تحت 16. ايوه صح؟ يعني كنا بنلعب 13 و16، وطبعا كان في طبعا توالي بين المدربين، طبعا كان طبعا اول كابتن احمد عبد السلام وكابتن ابراهيم السيد توليا بقى لحد ما طلعنا الفريق الاول مع كابتن جمال شمس، وبدانا المسيره بقى بتاعتنا في الهاندبول يعني المنتخبات والنادي وكده. وحتى كان اول بطوله افريقيه كانت سنه 89 في دي لعبتها، اول بطوله افريقيه كان مع كابتن جمال شمس الله يرحمه، وكان يعني دي بدايه الخطوه اللي هو يعني للمنتخب الشباب المنتخب الاول، كانت اول نواه بقى ان احنا نعرف كره اليد العالميه، كانت اول نواه ان احنا نعرف كره اليد العالميه. ويمكن يمكن كابتن جمال شمس الله يرحمه كان ليه ايادي بيضاء على كره اليد المصريه. والله كابتن جمال شمس كان صوره طبعا المدربين طبعا، لانه ليه فضل كبير على لعيبه كتير جدا في الوسط الرياضي خصوصا في الهاندبول يعني، وقدر ان هو يحقق معانا يعني انجازات كبيره جدا. صحيح. في الفتره يعني بعد 89 بدانا الاستعداد فريق الشباب 90 في المنتخب الوطني، وقدرنا الحمد لله ان احنا ربنا وفقنا في اول بطوله سنه 93 ناخد كاس العالم بتاع الشباب ودي كانت اول بطوله طبعا، كانت بطوله انجاز كبير طبعا، كان في تنظيم هايل طبعا، يمكن اول بطوله يجي لنا فيها شفت الجماهير كانت عامله، انا كنت بروح كان في يعني 40,000 متفرج، احنا طبعا يعني الجمال كان بيحفزنا طبعا في يعني يعني كنا احنا قاعدين يمكن جنب في دار المدرعات اللي هو جنب اللي على طول جنب الاستاد على طول، فكان
كنا قاعدين يعني على يعني نقول على باصين على الاستاد يعني، فهو يجي يعني يقول لنا يعني بصوا الناس جايين لكم الساعه، يعني كان ماتش الساعه مثلا 8 بالليل، كنت بتشوفوا الناس وهي رايحه زحفه طالعه ماشيه كل من كل المحافظات طبعا، يعني بص الناس من احنا ماتشنا الساعه 8 بالليل والناس من الساعه 1 والساعه 2 الظهر رايحين على المباراه، فطبعا ده كان حافز كبير جدا طبعا. وكان في طبعا تنظيم طبعا من الاتحاد المصري، كان ساعتها الدكتور حسن مصطفى كان مهتم جدا بالفريق، وكان طبعا الجهاز الفني اللي موجود معانا كابتن جمال شمس، كابتن محمد الالفي، والجهاز الطبي اللي كله معانا، فكان يعني بطوله في مصر، واحنا طبعا كان صعبانين علينا الناس. اول مره يجي جمهور لكره اليد بالشكل ده؟ اه طبعا طبعا، لدرجه انا عايز اقول لحاجه ان احنا يمكن خسرنا المباراه الاولانيه مع ايسلندا. فاكر خسرنا المباراه الاولانيه بس الناس شجعتكم بعد الماتش. يعني الناس ما شجعتنا وما وقفوا ورانا، والحمد لله ان احنا نكسب بقيه مباريات المجموعه. وفي نفس الوقت يعني عايز اقول لحاجه ان المباراه النهائيه لمدرجه خوف فريق الدنمارك في المباراه ديت كانوا بيسخنوا بره الصاله الفرعيه بتاعت الاستاد. ليه؟ خايفين من الجمهور. يعني هم جم على الماتش يعني دخلوا على الماتش على بدايه المباراه على طول، اللي هو تحيه العالم من صوت وازير الجماهير. الناس كان مش واخدين كده الدنمارك عندهم بيبقى العدد ده. نقول لك كابتن ياسر من الناس كانوا قاعدين في يعني في السلم بتاع الترقات. انا فاكر كان يعني زحمه يعني، فطبعا يعني ما قدرناش اللي احنا يعني ايه مش عايز اقول لك ده جسمي بيبقى اشهر لما تتكلم. انت اكيد نفس الكلام. اي والله يعني كنا بنشوف الناس دي طبعا من اول بطوله مسانده طبعا، ما تخلوش علينا الجمهور ولا الاتحاد، وازرونا ووقفوا جنبينا ودينا الحمد لله نحقق بطوله، كان يمكن بطوله اول. عملت ايه في الماتش ده فاكر؟ والله الماتش دوت انا عايز اقول حاجه، ان اول جون انا حطيته. اوبا انت خدت اعلى بقى اسا في الماتش يعني. الجماهير مع اول جون احنا يعني الصاله كانت تهد. الجماهير كانت يعني متحفزين جدا، والناس يمكن بعد البطوله دي يعني حب الهاندبول جدا جدا جدا, جداً. وبقى ليها شعبيه طبعا توليا بقى مع البطولات، بعد ما خلصنا بطوله فتره الشباب ديت بدانا بقى نخش مع الفريق الاول بقى تدريجا يعني. كنت بتمشي في الشوارع زي لعيبه الكوره؟ والله بالظبط بالظبط يعني بالظبط. هو كان يمكن في بعد البطوله ديت طبعا الهاندبول علي، والجمهور طبعا كان الناس عارفانا بالاسماء بقى، حازم وجوهر والعطار وحسام غريب وسامح عبد الوارث واحمد النقيب وايمن صلاح. انا فاكر وحماده الروبي وعمرو الجيوشي كانت الناس يعني الانجازات بدات. والنقيب لحقكم شويه صح؟ النقيب كان موجود معانا. النقيب وحماده الروبي كانوا جوه الاساسيه طبعا. وكان طبعا في كابتن ايمن صلاح موجود مع طب قول لي يعني الناس بتقارن او بتشبه كابتن جمال شمس كابتن الجوهري في كره القدم، يمكن الاثنين ليهم نفس الايدي البيضاء على ده على كره القدم، وده مدرب وطني وده مدرب وطني، وده حط الكوره في يعني ودانا كاس عالم كابتن الجوهري بعد سنين طويله غياب، وبرده كابتن جمال شمس حطنا على الطريق الصحيح في كره القدم. المقارنه دي صحيحه؟ هي طبعا المقارنه طبعا صحيحه، ان كابتن جمال شمس يعني كان فكر عالي جدا جدا في التدريب، كان معتمد طبعا على ان هو الفرقه الشباب ديت اللي هي تبقى نواة حسنة للمنتخب الأول، والحمد لله إن احنا المنتخب الشباب ده طلع منه حوالي 6-7 لاعبين للفريق الأول، اللي هو تكملة الناس اللي كانت موجودة، كان ساعتها أحمد العطار وأيمن صلاح وحسام غريب وياسر اللبيب طبعا كابتن ياسر اللبيب لحقتوه. لحقناه طبعا. فالمجموعة اللي طلعت ديت قدر كابتن جمال شمس إن احنا نكمل كل المجموعة نخش على الفريق الأول، وفضلنا بقى ماشيين على طول الفتره عشر سنين. قعدنا لحد 2001 الانجاز اللي حصل في كاس العالم فرنسا 2001 رابع. يعني رابع اكبر انجاز حصل في بطوله العالم لاي فريق افريقي وعربي حتى. اول انجاز طبعا. احنا الرانك بتاعنا دلوقتي الرابع، بس ما خدناش رابع، احنا خدنا رابع اولمبياد. احنا خدنا رابع اولمبياد، ما خدناش بطوله العالم. بطوله العالم يعني بطوله العالم الاخيره طبعا اللي كانت هنا في مصر 2021 طبعا حققنا المركز السابع. بس ان شاء الله بتوقع اللي جايه السنه الجايه. لا ان شاء الله باذن الله البطوله اللي جايه باذن الله هيكون في انجازات في منتخب كويس، في عناصر منتخب الشباب ومنتخب الناشئين طبعا. منتخب الشباب كابتن طارق محروس طبعا خد البرونزيه طبعا، دي حاجه طبعا انجاز كويس. في عدد لعيبه كبير، عدد لعيبه كبيره من المنتخب الشباب بتاع 98. هو بيؤمن دايما كابتن طارق محروس بالشباب طبعا. كابتن طارق محروس يعني يمكن هو يعني الحته بتاعت الشباب ان هو يصعد ناس من الفئات السنيه اللي تحت، انه الفئات السنيه تبقى موجوده مع الشباب فوق، فدي بتبقى حاجه كويسه طبعا يعني. طب قول لي يا كابتن، يعني انت اكيد يعني رحلتك مع المنتخب يعني رحله جميله وعظيمه، اكيد مع النادي الاهلي برضه، يعني مع النادي الاهلي انت حصلت على بطولات كتير وافريقيا،
ايه اغلى بطوله يعني عندك معززه الى قلبك خدتها مع النادي الاهلي؟ هو طبعا انا عايز اقول حاجه من التسعينات لحد يعني اواخر التسعينات كان طبعا النادي الاهلي محققين بطولات دوري وكاس وبطولات عربيه كتير جدا. صحيح. قدرنا ان احنا نطلع بيها الرينك كويس جدا للفريق طبعا. لكن في حاجه بطوله اللي هي يمكن بطوله افريقيا دي اللي بعتزي بيها جدا، لان البطوله ديت كانت مهمه جدا بالنسبه لنا. وكانت طبعا كانت فين يا كابتن؟ كانت في الجزائر. وكانت سنه كام تفتكر بالظبط؟ حاجه و90 ولا حاجه و90؟ حاجه اواخر التسعينات. كان الفاينل مع مين يا كابتن؟ كان الفاينل مع تونس. كان فيها مع تونس يمكن، بس عشان كنا المنتخب يعني كنا المنتخب كان اوريدي كان بيتاهل، اول 7 في العالم كانوا بيتاهلوا للاولمبياد وكاس العالم، فما كناش طبعا بنروح بطوله افريقيا كتير يعني. فهو ده يمكن عامل الجاب شويه. اللي يقول لك منتخب تونس واخد اكتر شويه من منتخب مصر. لا، هو مش كده، ان احنا كنا اوريدي بنطلع على العظماء الثمانيه بتهيالي كده. العظماء السبعه كان في بطوله العظماء السبعه، وبعد كده الاولمبياد انت اول 7 بنرشح بيهم يعني. احنا كل بطوله من اول ايسلندا، وبعد كده ايسلندا اليابان، وبطوله العالم في مصر 99، وبعد كده 2001 حقنا المركز الرابع طبعا الانجاز بتاع المنتخب. فكان كل ده بنطلع على طول اوريدي للبطولات يعني. بس طبعا النظام دلوقتي اتغير، بقى لازم بطل افريقيا وبطوله افريقيا. فهو ده اللي طب نرجع لبطوله افريقيا، كان النهائي مع فرقه تونس وعن فرقه تونس صح؟ ده كان نهائي مع فرقه تونس، والحمد لله ربنا كرمنا. كان ساعتها كابتن مستر زران وكابتن محمد الالفي. زران كان وكان مباراه صعبه طبعا جدا. وكان فاكر خلصت كام؟ تقريبا خلصت اعتقد يعني خلصت ناس 22 20 حاجه كده، فرق واحد او اثنين يعني. كان مباراه صعبه جدا. حطيت فيها جون كام جون تفتكر؟ 6 جوان او 7 جوان ما شاء الله يعني. تقريبا انت بتتكلم لو قلنا 22 يعني بتتكلم تقريبا أيوة في ثلث. الحمد لله السكور تقريبا يعني اولموست ثلث يعني. ايوه بالظبط بالظبط، لان كنت انا في كنت متخصص ان انا اشوط ضربات الجزاء يعني. فانا كنت يعني فده علل السكور بتاعك. فده علل السكور شويه طبعا دلوقتي يعني. طب خلينا نطلع الفاصل يا كابتن. لا ده لسه عندي كتير. نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم تاني نكمل كلامنا مع اسطوره كره اليد في نادي الاهلي ومنتخب مصر اشرف عواض، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع الاسطوره كره اليد الكابتن اشرف عواض. كابتن اشرف، احنا قعدنا 20 سنه في مصر عايزين نستنسخ اشرف عواض. يعني بجد يعني كره اليد والمدربين يقول لك اصل ده شايفين فيه اشرف عواض. ايوه طب حازم ممكن يبقى مش عارف مين. طيب مين حازم؟ عشان كان وينج ليفت بس. يعني انا بقول لك كل ما نشوف حد يقول لك اشرف عواض الثاني اهو. ايوه 20 سنه مصر بتحاول تستنسخ لعيبه. ايوه يعني الفترة، بص يا كابتن هيثم، الفترة اللي فاتت ديت في عناصر مميزة في النادي الأهلي. عبد الرحمن فيصل، في حجاج برضك من العناصر المميزة عندنا طبعا. عناصر الخبرة طبعا بتتكمل في إسلام والطيار وأحمد عادل. وفيصل راح البطولة العربية وكسب البرونزية. خبرة ليه كمان، خد البرونزية، خد الفضية اللي عمل مباراة ماتشات كويسة. وان شاء الله ربنا يسهل يعني. في ناس كويسين في النادي الاهلي وفي وعلى فكره مش جيلك انت بس، مش انت لوحدك في جيلك يعني. مثلا عطار حاولوا يستنسخوه. بس كان بيشوط برغم ان هو لعب يد متاخر. جيلكم كان يعني. انت حكيت لي قصه على عطار غريب. هو لعب ازاي في بطوله العالم؟ احنا طبعا 93 ديت كان جمال شمس معانا، فكنا اول ماتش طبعا خسرناه كان ايسلندا، وثاني ماتش رومانيا. والماتش طبعا بتاع رومانيا دوت كان فيه باك ليفت شباب كان طويل يعني، طول زي العطار بالظبط، نفس طول يعني. الحنكه بتاع كابتن جمال شمس قال لك احنا نجيب العطار ويلعب باك ليفت. العطار كان فين ساعتها؟ كان مع المنتخب الاول. المنتخب الاول كان زمالك المنتخب الاول. نجيب العطار ومع ويتمرن معانا التمرينه دي اللي هي تراي ماتش، ويعمل نفس الحاجات اللي هو الباك ليفت، وانتوا تدافعوا عليه واحنا ندافع عليه. فطبعا دي كانت استفاده طبعا، ان هو طبعا شباب غير العطار كان فريق اول. فدي كانت استفاده اللي احنا ندافع عليه بقى، وتقف عليه ازاي، وتطلع عليه بلوك ازاي، وازاي تقابله، وازاي تعمل كده. فدي كانت طبعا دي برضك حنكه مدرب برضك اللي هو كابتن محمد الالفي. ايوه استعان بيه عشان تتمرنوا وتوقفوا اللعيب ده. لان كان اول ماتش خساره طبعا فمن ايسلندا، فكنا خايفين بقى ايه يعني، هتخسر تاني هتبقى صعب. فالحمد لله ربنا وفقنا في المباراه دي، وعملنا اللي هو قاله كابتن جمال، وكسبنا الماتش. كسبنا فرق 7-8 جوان الحمد لله يعني. وخلي بالك انتوا كان جيلكم ممتع
يعني معلش يعني مع احترامنا طبعا الجيل موجود رائع وهايل وعمل انجازات، بس انتوا كان عندكم عارف حريفه. احنا بالظبط كنت حريفه كابتن حسن، يعني كتر الاحتياج الخارجي اللي كان موفره الاتحاد ساعتها دكتور حسن مصطفى كان، يعني احنا انا عايز اقول لك احنا كان اكتر من دلوقتي كمان يا كابتن، كان اكتر طبعا. بس طبعا نظر الظروف دلوقتي بقى كورونا وكده والعمليه صعبه، لكن احنا انا عايز اقول لك ان احنا مثلا ما كناش بنقعد في مصر. صحيح ما بنقعدش مصر كتير، كنا يعني بنحسدكم يا كابتن، احنا السنه كنا متضايقين منكم كنا بنقعدش في مصر كتير يعني كتر الاحتكاكات، مش الاحتكاكات لان احنا مستوانا عالي والفرق اللي في اوروبا كانت بتطلبنا على طول، فتلاقي يعني تطلع من مثلا من فرنسا على البرتغال على اسبانيا على اسبانيا، كل ده يعني احتكاك، يعني تلعب لك مثلا 9 ماتشات في 3 بطولات تبقى حاجه كويسه جدا. الظروف كمان احنا مره رحنا بطوله ايفري في فرنسا كانت كل سنه بتتعمل في باريس، وكان في منتخب اليوغوسلافي والمنتخب الدنماركي ومنتخب فرنسا، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا ناخد البطوله على الفرق دي كلها. فانت بتروح بقى في البطولات الرسميه ما انتش خايف منهم. بالظبط احنا بقى ما بنشوفكوش في البطولات الفترات الوديه، بنشوفكم في الرسمي. فنقول ايه ده هم جابوا الكلام ده منين، ايه الحلاوه دي؟ بس طبعا الفتره اللي هي قبل بطوله العالم السنتين دولت احنا يعني سافرنا كتير اوروبا ولعبنا ماتشات للقصر اللي هي الحته الهيبه بتاعت الفرق الاوروبيه. فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا يعني اي فرقه كنا بنلعبها زيها زي اي حد وبتكسبها في اي وقت، يعني الدنمارك السويد المانيا، يعني كانت بالنسبه لنا فرق كلها في متناول اليد يعني. طيب قول لي يعني انا يعني اكيد برضو وانت مع يعني مع المنتخبات الاول، مين اللي كان بيقعد معاك في الاوضه؟ مين كان مقرب ليك في النادي وفي المنتخب؟ اللي في النادي طبعا كان بيقعد معايا كابتن هاني النجدي دلوقتي اللي هو المدير ده في النادي. كلنا طبعا كنا حاجه واحده يعني طبعا انا بتكلم على يعني في المنتخب. الصار بقى اللي كان بيقعد معايا في المنتخب مجد ابو المجد. مجد ابو المجد يا عم الاهلي وعم الزمالك يعني خلاص. بس هي دي روح على فكره في المنتخب. بالظبط يعني ما كانش فيه عادي يعني في المنتخب بنقعد مع بعض نحمس بعض. اشرف عواد بيقعد مع مجد ابو المجد. بالظبط يعني كنا رمزين كبار في الناديين بتوعهم بس يقعدوا مع بعض في الاوضه. حتى كمان في بطوله العالم 99 في اليابان في كومودو، كان طبعا عارف اليابان من الزلازل كتير والكلام ده يعني كان على طول بقى ونقعد نشجع بعض ونلعب مع بعض. كان حصل زلازل وانت هناك؟ كتير كتير كتير. كنت احنا مستغربه هم عادي. هم بالنسبه لهم عادي، احنا اول يوم بالنسبه لنا كانت العمليه صعبه. رعب بقى وزلزال اجري يا جدع اجري يا جدع. بالظبط والناس مش شايفينكم تجري مستغربين هم بيجروا ليه؟ ايوه بالظبط هو ده اللي حصل فعلا. واجري وافتح واجري مش عارف ايه، نبص في الكوريدور مفيش حد بيجري، وتلاقي الناس انت بتجري ليه يا فندم؟ لا زلزال عادي حضرتك انت تلاقي عشان عادي بقى ما يعني خلاص قعدنا طبعا عشان كان فرق التوقيت ساعه بيولوجيه فكنا بنسافر مثلا قبلها 10 ايام عشان تاخد الوداع لحد بقى ما اتعودنا على الزلازل فخلاص بقى فقاعدين انا واوضه مجدي قاعدين فنحس بهذا ما تلاقيش مجدي ما تلاقيش ده طب قول لي زلزال مفيش مشكله. وبطوله العالم دي كانت الناس بس حابه تتفرج عليها تخيل. طبعا دي يعني دي احنا كنا يعني طبعا كان بيبقى في ناس متابعه وخلوا بالكم الناس، واحنا طبعا كنا بنتكلم اهالينا وكده فبنشوف الناس، فالناس ايه المباراه كانت ساعتها الفجر يعني انا فاكر كانت الناس بتصحى تتفرج على بطوله العالم في اليابان. كنا عايزين يعني نحقق افضل حاجه طبعا عشان مصر وعشان نحقق بطوله ونعمل حاجات كده، فهو ده اللي كان بيحفزنا يعني. طب قول لي يا كابتن وانت لعيب انت خدت اوسامه اكيد خدت يعني تكريمات، ايه اللي بتعتز بيه قوي؟ يعني يمكن بطوله العالم اللي هي 93 دي الشباب طبعا خدت وسام الرياضه من الدرجه الثانيه برئاسه الجمهوريه. برئاسه الجمهوريه ما شاء الله ساعتها كل الفريق خدوا وكل كل الفريق كان ساعتها الرئيس حسني مبارك رحمه الله عليه يعني قابلنا في راس التين وخدنا كلنا فرحت فرحت بالحاجه زي كده ان حسيت ان بلدك بتحبك والناس حاسه طبعا وفي انجازات والناس عارفانا ويعني حاجه كان ان احنا نشوف تكريم رئاسي الفريق طبعا كان حاجه جديده علينا وكمان فريق جماعه احنا كنا على خلي بالك ما انا برضو معاكم في العاب شهيده ايوه كلنا يعني نفس الهم مع بعض يعني فكان دلوقتي يمكن السوشيال ميديا بقى طبعا دلوقتي هي فايه ظهروا اكتر يعني لكن احنا لو كان وقت ما احنا موجودين السوشيال ميديا موجوده كانت هتبقى الدنيا بالنسبه للباسكت والهاندبول والفولي وكل حاجه بس احنا لحقنا حته
احنا يعني خدنا اخر حاجه في اخر حاجه كده يعني برضه العمليه ما كانتش بعيده قوي يعني لحقنا حته كده يعني ربنا كرمنا كده بسنه ولا سنتين برضه عشان ندوق حلاوه السوشيال ميديا والهيصه والكلام ده. طب قول لي يا كابتن، انت طبعا توليت مدرب الفريق الاول والكلام ده كان من فتره من ايام يعني. القصه جت ازاي؟ يعني اتعرض عليك ازاي الموضوع؟ والله طبعا كان في نص الموسم. والله طبعا يعني الحمد لله طبعا بشكر مجلس الاداره النادي الاهلي وطبعا مدير الشؤون الرياضي ونائب الشؤون الرياضي كابتن رؤوف وكابتن ياسر رملي وطبعا المدير الفني كابتن طارق محروس ان هم ادوني الثقه ديت ان انا مدرب درجه اولى. وطبعا كان في يعني تواصل قبلها بفتره كده ان ممكن تيجي تمسك معانا ومش عارف ايه، فطبعا ده شرف ليا طبعا ان انا امسك في النادي الاهلي وفي مكان زي دوت. اللي ربنا يوفقنا ان شاء الله يعني احنا نحقق حاجه كويسه يعني الفتره اللي جايه مع ال. انا عايز اقول لك ان طبعا يعني قرار مجلس اداره والنشاط الرياضي وطبعا قرار كابتن طارق محروس احنا اسعدنا كلنا. والله يعني انا مبسوط جدا. انت اكيد حاسس بده. انا مبسوط جدا جدا طبعا ان هم يعني دي ثقه كبيره قوي ان هم واثقين فيا وان شاء الله يعني نحقق الانجازات ونحقق حاجه افضل السنه الجايه. طب انت مضيت مدرب ولاعب ولا مدرب بس؟ لا انا ما شاء الله انا مدرب وفي التمرين ولاعب. انا شايفك اللهم صل على النبي ما شاء الله ربنا يحميك فورمه وبتاع. طب يلا بينا يا كابتن، ده هتمضي ورقتين وتطلع كارنيه، فالموضوع مش بعيد يعني ما شاء الله. لا ان شاء بس الله. بس خلي بالك يعني انت معروف عنك الروح العاليه، معروف عنك القتاليه، انت لعيب بطوله، عارف البطولات تخلص ازاي. فكابتن طارق محروس يعني اختياره ليك او نظرته ليك؟ والله يعني من اول ما بدانا طبعا يمكن بقى لي اسبوع او 10 ايام طبعا كابتن طارق محروس اداني المهام بتاعه المدرب الخط الخلفي. خط الخلفي واهتمام طبعا بتوجيهاته طبعا وفي التنسيق طبعا التنسيق معاه طبعا هو مدير الفني والتنسيق مع طبعا مع باللعيبه اللي هم موجودين حاليا لان احنا عندنا في المنتخب دلوقتي 14 لعيب 13 لعيب مع المنتخب المصري في واحد لعيب طبعا سامي الجزيره والمنتخب التونسي فدولت الموجودين لكن بقيه اللعيبه مع تطعيم شويه من اللعيبه الموازين من هم 2002 موجودين معانا فبنقدر ان احنا ننسق بين هنا وهنا وعشان لما يجوا بتوع المنتخب يبقى في كله يعني كله انسجام واحد. عندنا برضك الفتره اللي جايه بعد هيبدا الدوري طبعا كابتن هيثم يوم 11 عندنا ست مباريات هنقدر ست مباريات هتلعبوها تقريبا في كام اسبوع كده؟ ست مباريات تقريبا في ثلاث اسابيع تقريبا هتلعبوا خميس وجمعه هنلعب ست مباريات يبقى ثلاث اسابيع هنلعب في ست مباريات ثلاث اسابيع ديت وربنا وفقنا وطبعا ونعمل نتائج كويسه طبعا دي هتبقى حاجه كويسه طبعا وبعد ست مباريات ديت عندنا 60 يوم 60 يوم توقف 60 يوم توقف دي فتره كويسه جدا لرجوع طبعا اللعيبه المصابين طبعا في منهج علمي في عندنا مخطط احمال بدا يشتغل مع الفرقه بشكل جيد بس طبعا الاحمال بتبقى مختلفه شويه لان احنا عندنا مباريات خلاص كمان 10 ايام او 5 ايام فبعد الفتره ديت ما خلص المباريات ديت هنبدا فتره اعداد 60 يوم مع الفريق طبعا بالاعتماد بقى مع اللعيبه بتوع المنتخب اللي هيروحوا بطوله افريقيا خلاص هيبقى في لعيبه طبعا موجودين معانا هتشتغلوا معاهم مع اللعيبه الموازين بتوع 2002 وموجودين معانا فهنقدر ايه نعمل انسجام بالفرقه والفرقه طبعا يعني كلها عناصر صغيره خبرات في خبرات طبعا في اسلام والمصري واحمد عادل دول طبعا مع المنتخب بس في ناس ثانيه موجوده دي نخليها يعني نقدر يبقوا موجودين معانا ويستفيد من الفتره الاعداد دي عشان هيبقى خلاص الدوري لان الدوري فاضل احنا عندنا في المباراه فاضل 25 مباراه 25 مباراه بنتكلم ودي ادوار ترتيبيه دي ادوار كلها ترتيبيه المباراه يعني احنا عندنا اول 17 مباراه هياخدوا منهم اول سته وبعد كده المجموعه هتتقسم وبعد كده الست دول هيلعبوا على اول اربعه عشان نروح نطلع الاربعه على الدوري هيبقى الاول ياخد 2 بونت والثاني بونت ونص والثالث نص بونت طبعا لسه ففي فتره كويسه فنحاول ان شاء الله اللي هو المخزون بتاع الشهرين ال 60 يوم بعد الست مباريات اللي هتخلص دي ان احنا نبقى في احسن بقول يا كابتن حضرتك كنت بره الفرقه الفتره اللي فاتت يعني كنت بتشايفها زينا وبتشجعهم زينا وانت الاخر محب طبعاً للنادي الاهلي واحد افراده يعني واحد ابنائه قصدي يعني الفتره اللي فاتت احنا خسرنا بطولات يعني طبعا ما توفقناش فيها ماتش زي السوبر خسرنا في اخر ثانيه ماتش زي الدوري السنه اللي فاتت خسرنا بعد مباراه فيصل مع نادي الزمالك وكسبنا الكاس خدنا بطوله ابطال الكؤوس بدايه الموسم شايف الفرقه يعني غياب التوفيق ده
هيفضل كتير ولا شايف ان لا 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 خالص ان شاء الله يعني, يعني, يعني زي ما قلت لك يا كابتن هيثم ان الموسم اللي فات احنا كان عندنا اربع بطولات, الاربع بطولات في بطولتين يعني انت 50 50 دلوقتي هو بطولتين واحنا بطولتين, يعني الزمالك المفريق منافس بطولتين واحنا بطولتين صحيح, لكن الفتره اللي جايه هي يعني كانت يعني سوء توفيق شويه, مش سوء توفيق من يعني الحظ الحظ ان انت تخسر يعني ماتش السوبر دوت الكوره احنا كنا اقرب بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل, يعني الماتش السوبر يعني لو في فار الماتش بتاعنا صحيح, يعني ده خطا فني ضرب الجزاء لل ده في قانون جديد ضرب الجزاء لل ده غير الجون اللي جه في اخر الشوط الاول غير الجون اللي جه بعد الطيب ايوه بعد بالظبط اللي هو بتاع وسام نوار اللي حط ايده على الارض وخد الكوره ده يفرق معانا ده مش مثلا مش مع الصفاره ده بعد الصفاره بسنتين ثلاثه يعني الناس كلها سمعت الصفاره ولكن لا مش شغال وراح الحكم رفع ايده جون والماتش خلص ادي جونين يكفيني انت كافرين لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني في استعدادات كويسه وفي يعني ترتيبات وفي شغل كويس ان شاء الله على الكابتن طارق معروف وكابتن نعيم محمد عادل والجهاز اللي معاهم كله يعني فانتوا اتكلمتوا اكيد وشفتوا يعني اكيد طبعا في تصحيح اخطاء ونشوف النواقص ايه وهنشوف اللعيبه اللي هي مصابه ترجع في طب قول لي يا كابتن في تعاون انتوا دلوقتي يعني ان شاء الله حتى الست مباريات اللي جايين ما هيبقى عندنا ماتش منهم او اتنين جامدين, احنا عندنا يوم 11 ان شاء الله الجيش ماتش قوي كده سبورتنج طبعا سبورتنج ماشي كويس عشان طبعا لسه ما لعبش الاهلي ولا الزمالك هيبقى اول ماتش جامد يلعبه معنا. في الشمس في هليوبوليس طب قول لي يا كابتن ايه الفتره دي وجهه نظري ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا المهم عندي دلوقتي المصابين لازم اجهزهم لازم لو حد حتى بيشتكي من الاجهاد مش هقول اصابه لازم نظبط الدنيا دي كلها هو ده طبعا ده اللي بيتم من الجهاز مين المصابين عندنا دلوقتي احنا دلوقتي عندنا مصابين تحت السن اللي هو 2002 في مهاب. وفي محسن رمضان رجع خلاص محسن رمضان رجع كاستيلو راجع خلاص رجع لا اما هيكمل مع المنتخب بطوله افريقيا لا اما هيرجع معانا ويبقى جاهز والماتشات دي هنحاول نرتقي على المستوى الاعلى طب عادل اخباره ايه احمد عادل برضك مصاب بس لسه يعني عنده ايه احمد تقريبا عنده حاجه في العضله الخلفيه لسه بيتعالج منها لسه بيتعالج بس احمد عادل هيبقى طبعا مع المنتخب فيبقى العلاج بتاعه هناك مع المنتخب يعني هو هيروح المنتخب يكمل علاجه هناك طبعا احنا طبعا كابتن طارق متابع مع الجهاز الفني ومتابع مع اللعيبه الجهاز الطبي هناك متابع مع اللعيبه بيشوف اللعيبه واخبارهم ايه وفي تواصل مع لعيبه المنتخب عنده ماتشين المنتخب عنده ماتشين واربعة يوم 6 مع مقدونيا ربنا طبعا يوفق المنتخب البطوله اللي جايه طبعا ده منتخب مصر يعني افريقيا مهمه جدا وفي تعاون طبعا وفي توافق يعني المنتخب ولاعيبه النادي الاهلي وتنسيق بين دول بحيث ان احنا نخلي المستوى يعني كله متقارب مع بعض يعني طب اقول لك يا كابتن احنا قلنا المنتخب عنده ماتشين صح هيرجعوا من المنتخب امتى اللعيبه هيرجعوا من المنتخب يوم 7 7 نوفمبر انت عندك اول ماتش يوم 11 طبعا في برنامج طبعا محطوط ان احنا هنديهم مثلا ممكن يوم راحه ياخدوا راحه يوم 8 راحه وهنبقى عندنا 9 و10 وتلعب الماتش اللي هو بتاع وسمك الجزيري هيجي امتى سمك الجزيري يعني بعد ما يخلص يعني في قريب يعني لازم هيكون موجود قبل 11 لازم يكون موجود قبل 11 ما هو ده الاسبوع التوقف ده الاسبوع الدولي كتير قوي 7 او 8 يعني هيبقى موجود ممكن يوم 7 يعني فممكن 7 8 يكون هنا وسمك الجزيري يعني وهتبقى طبعا الفرقه كلها كامله مع بعض فان في برنامج محطوط طبعا للفتره اللي جايه ديت لان الاحمال هتختلف في طبعا الاحمال هتختلف في اللعب بين هنا وهنا يعني احنا بنتكلم في 3 اسابيع وبعد كده 60 يوم يعني نقول 21 يعني هنا 81 يوم ريكفر واكيد طبعا وريكفري بقى واستعداد واستعداد ونرجع اللعيبه اللي هم المصابين واللي هم مستواهم قل يعني في في برنامج محطوط كويس جدا يعني كل لعيبه متفائل مع طبعا الاعداد النفسي لازم اهم حاجه الاعداد النفسي انت نفسيتك كويسه هتلاقي الدنيا لان بص يا كابتن انا بكلم حضرتك بامانه بعد ماتش السوبر
اللعيبه احبطت بشكل كبير جدا. دخلنا على ماتش الدوري بالظبط. انا ماتش الدوري ده يعني ما بعتبروش يعني ان هو انديكيشن او مؤشر على مستوى صح. لانه انت بتلعب وانت في درجه من الاحباط ما تعرضتهاش قبل كده. ايوه صح. فالناحيه النفسيه مهمه جدا جدا للاعبين. هل ده في اعتباركم كجهاز فني ولا لا؟ هل في اعتباركم جهاز فني حته الناحيه النفسيه؟ ده مهم جدا طبعا. لازم طبعا نرجع اللعيبه الحته النفسيه ليهم، ان اللعيبه تخسر مباراه سوبر ديت وبعد كده مباراه الدوري فهي دي اللي هتبقى فيها مشكله، فدي اللي بنحاول نمشي فيها، ان الاعداد النفسي دوت للعيبه ناهلهم ان هم، والحمد لله اللي احنا عندنا الفتره اللي جايه اللي هي 60 يوم دولت، الاعداد النفسي للعيبه ان هم يبقوا جاهزين للماتشات، لان بعد بطوله افريقيا خلاص مفيش، خلاص مفيش توقف بقى، مفيش توقف بقى، هتلعب الدوري، هتلعب بطوله افريقيا في يناير صح؟ من 13/31 تقريبا، من 13/31 يناير نرجع بقى فبراير عرض مستمر، هترجع بقى لحد اخر شهر 5 مستمر بقى، مستمر 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 دوري وكاس. دوري وكاس. وبطوله العالم هتبقى السنه كده في شهر كام ولا ما تحددش؟ بطوله العالم في شهر 1، هي بطوله العالم معروفه على طول في شهر 1 23 في المجر وسلوفينيا. ما احنا كنا اخر دوله ننظمها لوحدينا، بعد كده هيبقى كله دولتين، بعد كده كله بقى دولتين كده كل دولتين. طب قول يا كابتن، يعني المنتخب برضو ما شاء الله بيحقق برضو نتائج كويسه، ماشي ترتيبه دلوقتي الرانك الرابع على العالم، ودي حاجه انجاز من زمان ما شفناش مصر في الرابع على العالم. والمنتخب يعني عنده 2001 من 2001 صحيح، من 2001 ما شفناش ان احنا في المربع ده. طيب شايف المنتخب، وطبعا في غياب المدير الفني طبعا هو موجود في اوروبا واكيد هيرجع في افريقيا يكون معانا وبيتولى المسؤوليه، ودي تجربه الحقيقه. هو المفروض المدير الفني يعني المفروض راجع، يعني المفروض رجع المفروض رجع عشان الماتشين اللي بتوع في الاجنده الدوليه هو جه، هو المفروض ده يبقى موجود يعني، لكن المنتخب ان شاء الله يعني قادر انه يكسب بطوله لا باذن الله يعني يعني كل طبعا بحاجه بيد ربنا، لكن المنتخب دلوقتي طبعا المستويات اللي حققها في بطولة العالم هنا في مصر، وخسرنا من الدنمارك بضربات الجزاء في آخر مباراة دور الثمانية، والأولمبياد طبعا الأسبانيا كنا بنلعب على الثالث والرابع، لكن المستويات المنتخب فيها عناصر جيدة طبعا في المنتخب. بالمناسبة يا كابتن بنستغل الفرصة دي ونقول لهشام السيد دودو ألف سلامة. يعني طبعا 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 إصابة طبعا قوية جدا، بس نقول له ألف سلامة وإن شاء الله يقوم بالسلامة، ويمكن الموسم ده مش هيحاول خلاص ان هو سير وصل ليه بقى، ياخد له بتاع 6 شهور وبل تاهيل كمان شهر ولا شهرين، فممكن على الموسم الجديد يعني. فان شاء الله يكون مستواه عالي باذن الله على بطوله العالم اللي جايه باذن الله يعني. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن اشرف عواد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اشرف احنا اتكلمنا عن يعني كل حاجه، يعني اتكلمنا كلاعب ما شاء الله، يعني احنا ممكن ما غطيناش كل حاجه خد بالك، يعني احنا كلاعب يعني خدنا كده ايه زي ما بيقولوا من كل حديقه بستان ورده، واتكلمنا كمان يعني مع الجهاز الفني والفتره اللي انت موجود فيها مع النادي الاهلي وطموحاتك. هنتكلم على بدايتك كمدرب، بدايتك كمدرب او عالم التدريب. انت بطلت ازاي، التحقت بعالم التدريب ورحلتك لغايه وصولا ان انت مسكت مدرب النادي الاهلي؟ يعني ممكن اخر فتره كنت فيها كانت سنه 2006 كان 2006 بدات طبعا في المنتخبات، كانت بدات منتخب 94 كنت اكون منتخب 94 وكان مع كابتن محمد عادل، ومنتخب 92 كان مع كابتن مجد ابو المجد. وطبعا ما خلصت بطلت مع النادي، بطلت النادي مسكت فرقه مواليد 90 كانت الشباب اللي هو كان علي زين دلوقتي وسند والله في النادي الاهلي في النادي الاهلي، والحمد لله ربنا وفقنا وحققنا كاس ودوري، قعدت معاهم موسمين وبدات. وبعد كده طلعت مع كابتن محمد الفي، خدنا يعني في النادي اليوبيس، حتى كان معانا كابتن صابر حسين دلوقتي مدرب منتخب 2002 وكابتن مجدي مدرب منتخب 2004. خد الكوكبه يعني، عمل كوكبه كده. لان كابتن حمد الالفي ليه وجهه نظر دائما يعني انا بشوفها بنسبه كبيره بتبقى صواب بالظبط بس. وبعد كده ما خلصت فتره التدريب هنا طلعت في احدى دول الخليج، يعني بدات فتره التدريب مع نادي الجيش القطري من 2011 لحد 2017. ست سنوات ست سنوات طبعا، حققنا فيها بطولات مع فريق الشباب اللي هو تحت الدرجه الاولى على طول يعني. لحد بقى طبعا كان في الفتره اللي فاتت دي كورونا، كانت الدنيا واقفه برضه ما كانش في تدريب وكده، فالحمد لله ربنا يعافينا يعني وتزيل الهمه ديت يا رب.
وخلصت طبعا لحد ما جيت بقى مع النادي الاهلي. جيت مع النادي الاهلي واخترني طبعا كابتن طارق محروس والجهاز الفني. ان شاء الله باذن الله هكون نجم كبير ان شاء الله ربنا يوفقنا مع النادي الاهلي. خليك فاكر كلامي ده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يبقى يعني وشك حلو كتير على الفريق باذن الله. ربنا يكرمك. يعني هو يعني عايز اقول لحضرتك الجهاز الفني في النادي الاهلي طبعا احنا يعني منظومه واحده كلنا بنشتغل مع بعض. طبعا كابتن طارق محروس تحت قيادته طبعا هو مدير الفني للفريق. كلنا منظومه واحده كل واحد ليه شغله كل واحد عارف دوره ايه وده اللي احنا الحمد لله بنكمله وكل احنا كلنا بنكمل بعض. الميزه بس ان يعني كابتن طارق محروس من شغل الشاغل ان هو بيعتمد على صغار السن يعني صغار السن بيبني جيل 10 سنين بيبني جيل يعني انت بص على الجيل دوت ان شاء الله ما نستعجلش عليه ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. كان في خساير كان في سوء توفيق بس معلش وبنكسب يعني ما انت ما يعني انت ماشي يعني بتكسب وبتخسر بتكسب وبتخسر الرياضه كده مش معقوله كده بتكسب في لا وان شاء الله هنكسب على طول بس مع جيل صغير مع جيل صغير بتبني وفي عناصر كويسه جدا في الفرقه بتاعه 2002 تكمله للفريق الاول مجموعه كويسه جدا مع مجموعه الخبرات اللي موجوده اما نحط المنظومه دي كلها مع بعض والانسجام دوت ان شاء الله نحققها كويسه يعني ان شاء الله وربنا وفقنا يعني ان احنا نعمل حاجه كويسه طبعا لنادينا كيان النادي الاهلي طبعا اللي اتربينا فيه وعشنا فيه لمست فرحه الجماهير بيك والله انا بصراحه انا في السوشيال ميديا يعني لما الخبر نزل في السوشيال ميديا انا يعني ما كنتش بدات الترحاب دوت من الناس يعني الناس فرحانه بيك فالناس فرحانه فربنا وفقنا ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي طبعا احنا شايفين ان انت يعني اسم كبير يعني شايفين الحمد لله اشرف عوض يرجع بيته ده عارف ده حاجه بس كده ان انا يعني والله انا كده مبسوط جدا طبعا بشكرهم جدا طبعا وعايز اقول لك انا باشا يعني مجلس الاداره يعني لان يعني الفتره اللي جايه يعني انتخابات وحاجات كده فالقرار بتاعي جه في الاخر لا 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 الكلام ده مش نادي الاهلي ما انت عارف النادي الاهلي فوق الجميع النادي الاهلي فوق الجميع طبعا ومع اي ظروف دايما يعني مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره دايما نظروا على النادي الاهلي نظروا على النادي الاهلي طبعا فدي اللي طبعا ساعدتني جدا والسوشيال ميديا ساعدني جدا يعني ما يعني انا رد الفعل بتاع السوشيال ميديا يعني بصراحه انا مبسوط جدا يعني فحاجه يعني فانا بشكر كل الناس طبعا يعني مش قادر اقول لهم شكر يعني وفرحتي ان انا رجعت النادي الاهلي مره تاني بس ربنا وفقنا بقى ونحقق بقى البطولات ونطلع جيل بقى يعني يسعد النادي الاهلي ويسعد الجميع يعني كلنا ثقه فيك يا كابتن ان شاء الله ان شاء الله طيب الجهاز الفني يعني طبعا الجهاز الفني كلنا مع بعض انا قصدي اقول ايه لا يعني عارف احنا يعني انت قلت كلمه حلوه احنا بنكمل بعض الجهاز الفني كابتن اشرف كابتن طارق محروس كابتن محروس كابتن محمد عادل وانت وانا بس هي الفكره كلها ايه الناس اخر لقطه ليك معاها وانت لعيب ايوه انت فاهم يعني الموضوع جاي ازاي فطبعا شايفين نجم كبير يعني لا وفي طبعا الجهاز طبعا في تحت طبعا في ال 2002 كابتن احمد السحيلي ماسك في 2002 مدرب كويس برضك في كابتن ميشو من 2004 فده تكمله لو احنا ما كملناش المنظومه دي او السلسله دي كلها مش اهم حاجه الفريق الاول صحيح فاحنا نطلع من هنا لل 2004 عشان 2002 نخدم الفريق الاول هتخدم الفريق الاول هتكسب هتبقى طبعا دي حاجه كويسه للنادي الاهلي اكيد طب كابتن عائله عوض تمام اشرف عوض حازم عوض حسن عوض حسين عوض بلال عوض نسيت حد ابراهيم عوض ابراهيم عوض ابراهيم عوض خمسه صح تاني مش بلال اشرف عوض حازم عوض حسن عوض حسين عوض بلال عوض ابراهيم عوض ما شاء الله الحمد لله يعني ما حصلتش في التاريخ عيله تبقى انا عايز اقول لك حاجه احنا في يعني في فتره من الفترات كان بيلعب حازم عوض وينج ليفت اشرف عوض باك ليفت وحسين عوض سنتر هاف طب نروح فين؟ ودي نص الفرقه انا جاي انا واخواتي انا جاي انا واخواتي العب ما حدش ليه دعوه بيا انتوا الثلاثه كنتوا في بلعب خط خلف ما شاء الله كنا احنا الثلاثه بنلعب في تاني اشرف حازم واشرف و وحسين عوض انت الثلاثه ما شاء الله كنت في بقى بعد كده بقى جيب التوالي بقى بلال عواد مواليد 84 جه بقى ابراهيم عواد 86 في عبد الرحمن دلوقتي بيلعب في نادي الطيران وينج ليفت برضك مواليد 92 هما يمكن بس وشيماء اختك برضك كانت بتلعب في النادي الاهلي بس شيماء عواد لا ده اول واحده شيماء عواد بس يمكن ما يعني ما حصلهاش ظروف بس هي دلوقتي بتدرب يعني ما شاء الله الحمد لله انتوا كام اخ؟ احنا الحمد لله تسعه بسم الله ما شاء الله عيله عواد التسعه لعبوا يد ولا الخمسه 1 2 3 4 5 6 يعني السته الولاد وشيماء اختي لعبوا كلنا كنا في النادي الاهلي طب ودخلتوا يعني معلش ما هو انا ممكن يبقى واحد دخل
اثنين انما كلكم يعني كلكم حبيتوا كره اليد. هو انا يعني اما انتقلنا من مركز شباب عين السيره كنت انتقلت انا وحازم، بعد كده بقى جيب التوالي بقى حسن، وبعد كده حسين، وبعد كده ابراهيم، وبعد كده عبد الرحمن. ما ينفعش تبقى معايا يا كابتن في الاستوديو وما يبقاش معانا راس الجهاز عشان يعني يعني نتكلم معاه، وهو الراجل انا بعزه جدا وبحبه كابتن طارق محروس. اهلا بيك يا كابتن طارق. كنت حضرتك كان سعيد جدا بيك والله والله يا كابتن اشرف عواض. سعداء بحضرتك جدا يا كابتن. وكابتن اشرف بيمسي عليك. بيقول لك التمرين امتى يا كابتن؟ ايه؟ بيقول لك التمرين امتى عشان يلا نبتدي يعني نخش على التمرين على طول. بص نزل من المطار قلت له اشرف انت فين؟ قال لي انا طب انا مستنيك في النادي. دخل النادي في شنطه التدريب، قال لي شنطه التدريب، قلت له خش يا عم عندنا تدريب يا عم. طب دي صفقه كانت سريعه، صفقه في الجهاز الفني سريعه، خش على التمرين على طول. الموضوع بسيط يا كابتن طارق. كابتن طارق يعني طبعا طبعا كابتن هيثم حبيبي يا كابتن طارق من علامات كره اليد في مصر والنادي الاهلي، لازم يكون ليه بصمه خصوصا الفتره اللي جايه دي، فتره كلها شباب وناشئين، وهو راجل عنده خبرات. انا عايز اقول لك هو واقف في الملعب الواحد بيبقى سعيد جدا بيه، الاولاد كلهم متلمين حواليه في التمرين. فعلا حاجه تشرف النادي الاهلي، الله يخليك. ونتشرف احنا كجهاز ان هو يبقى موجود معانا. انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن طارق، واقول للساده المشاهدين ما يخفاش عليكم، يعني انا لما بكلم كابتن طارق اطلب منه يعني انه يشرفني او حاجه يقول لي لا طلع الجهاز، لا طلع اللعيبه، يعني يعني حضرتك بتكبر الناس اللي معاك يا كابتن طارق، ويمكن حضرتك بتحط نفسك اخر واحد والله، وانا اشهد بده، بتحط نفسك اخر واحد ودايما مقدم اللعيبه والجهاز الفني عنك يا كابتن طارق. الحمد لله والله، يعني اصلا احنا لعبه جماعيه، والالعاب الجماعيه ما فيش حد فيها بيسقف لوحده، اي جهاز لازم بيشتغل بيشتغل في منظومه متكامله، كل واحد ليه دور، ما حدش بينفرد بقرار، القرار كله موحد عشان القرار يطلع صح. ما فيش حد بيبقى شايف كل حاجه، لازم اللي حواليك بيبقوا شايفين معاك، وده ده دليل النجاح. انت الفرق اي فرقه في العالم بتكسب بيبقى فرق كلها نجوم، ما فيش نجم واحد، النجم الواحد ده في الفرق اختفت في الالعاب الجماعيه. صحيح. نادرا ما بتلاقي، يعني احنا عندنا مثال قوي جدا، عندنا فرق زي فريق باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان ده من الفرق اللي معججه او موججه بالنجوم العالميين من كل حته في العالم، لكن ما كسبوش بطولات اوروبا، ما بيكسبوش ليه؟ ان كل نجم فيهم عايز يظهر نفسه، عايز ان تعالى بقى في فرق ثانيه زي فيسبرم زي كيل الالماني، ما فيهمش النجوم الجامدين لكن بيكسبوا، لان اللعبه اصلا هي لعبه جماعيه. صحيح. وبالتالي كل واحد في الملعب ولعيب او في الجهاز ليه دور، كل ما الادوار اتوضحت وكل واحد خد دوره وعرف ايه اللي بيشتغل فيه، تاكد ان ربنا هيكرمك وهنكسب. ويمكن تاكيد كلام حضرتك كابتن طارق، برشلونه، برشلونه مدجج بالنجوم وما خدش الجلوبال، ما خدش بطوله العالم سوبر جلوبال، ما خدهاش، يعني ده تاكيد لكلام حضرتك، يعني مش بالنجوم، بالعكس هو بالشغل الاداء الجماعي اللي حضرتك من اول يوم توليت فيه المسؤوليه مركز على ده. اتفرج بقى على الفريق اللي كسب البطوله، مفيش مثلا خمسه سته في لعيبه منهم في المنتخبات المانيا، فريق المانيا هو بيلعبوا لعب جماعي، يعني تقعد انت تبقى ايه ده، كل واحد بيخرجوا من المباراه ما تقولش مين اكتر واحد حاطط اهداف، هتلاقي ان كل الاهداف متساويه على كل اللعيبه، لان كل اللعيبه بتلعب، كل اللعيبه عندها فرص اللعب، في قتال في الملعب، في مسؤوليه، في في في، واللي احنا ده اللي احنا الحمد لله شغالين عليه في النادي الاهلي الفتره الجايه. والحمد لله حتى الكابتن اشرف عواض مع بعد ثاني تمرينه يعني كان له راي جميل جدا بعد ما خرجنا من التمرينه، قال ايه كل النجوم اللي في الملعب دي؟ قلت له دول لسه، قال لي لا دول انا بتكلم على المستقبل. ايوه بالظبط، فعلا فعلا دول نجوم المستقبل. فطبعا كابتن طارق، يمكن حضرتك منذ توليك المسؤوليه وانت اخترت الطريق الصعب، والحقيقه يعني انا بقول لك يا قلبك بامانه، لانه اي مدير فني بيجي بيبقى عايز يكسب، وانا اسف يعني، وبيدور على نجوم يجيبهم عشان يعني يدعم بيهم الفريق، ولكن انت قلت انا اللي هعمل النجوم وانا اللي هجيب لعيبه صغيرين في السن، هم نجوم وهم تحت السن ولكن محتاجين خبرات، انت اخترت الطريق الصعب يا كابتن، يعني يعني بناء فريق للنادي الاهلي هو الطريق الصعب، ولكن الطريق الصعب اللي بيدوم بعد كده. هو دايما دايما الناس بتغفل، او لو انت جيت مثلا شفت عماره كويسه ولا شفت كوبري كويس، انت ما بتشوف العماره دي في نهايتها بتقول اه الله الحلو قوي العماره، مين اللي بيحصد النتيجه دي؟ اللي بيجي بعد اللي بنى، ما حدش بيذكر مين اللي بنى، لكن بيذكره
ان اللي شايف العماره دلوقتي او اللي شايف الكيان دلوقتي، احنا عشان اتربينا في النادي الاهلي والنادي الاهلي عملنا والنادي الاهلي صاحب فضل علينا، فاحنا دايما بنشتغل او بنيجي على نفسنا، بنيجي على حاجات كتير، لكن في الاول وفي الاخر شيء دايما شايفين النادي الاهلي هرم، شايفين النادي الاهلي كبير، شايفين النادي الاهلي لازم زي جيل اشرف عواد كده قعد 10 سنين 11 سنه بيكسب كل البطولات وكل الماتشات. احنا بنشتغل في هذا الوقت من السنه اللي فاتت والسنه دي على ان احنا باذن الله نقدر نعمل جيل نفس الجيل بتاع الكابتن اشرف عواد كده، يكسب للنادي الاهلي لمده 10 سنين. اللي يحصد يحصد، المهم ان في النادي الاهلي يبقى نمره واحد باذن الله قريبا. النادي الاهلي بالنجوم اللي موجوده فيه واللعيبه اللي موجوده فيه زي ما قلت لحضرتك او كده، وبقول النادي الاهلي انتظروه السنه دي باذن الله، والسنين القادمه كمان هو اللي هيلم، هو اللي هيحصد كل البطولات باذن الله. ومعلش يا كابتن برضو يعني انا قبل ما اختم مع حضرتك، انت حصدت كمان يا كابتن معلش يعني ابطال الكؤوس وبطوله كاس مصر السنه اللي فاتت، يعني قصدي اقول ان حضرتك مع بناء هذا الفريق ربنا كرمك ببطولتين يعني الحمد لله، يعني منهم بطوله كانت غايبه كتير عن النادي الاهلي. والله الحمد لله احنا بنشتغل، وزي ما بقول لك انا بشتغل لان انا اتربيت في النادي الاهلي ومن حق النادي الاهلي عليا ان انا اشتغل، وانا والجهاز اللي معانا واحنا بنشتغل بدون اي تحفظات ولا بدون اي حسابات ولا بنعمل حساب ان احنا ان ده هتبقى على سمعتنا او او او، احنا بنشتغل وتاكد طالما بتشتغل وبتطيع ربنا اكيد ربنا سبحانه وتعالى اكيد ربنا سبحانه وتعالى هي في يوم من الايام هيقول خلي كل الناس تقول الناس دي اشتغلت بضمير، عملت لنا فعلا فرقه محترمه، عملت لنا فرقه بتكسب، وباذن الله الفرقه دي هتكسب لان الاولاد كلهم متعطشين ان هم يدخلوا ويرجعوا البطولات للنادي الاهلي، وكل وجود اشرف عواض وجود محمد عادل الجيل اللي حصل بطولات للنادي الاهلي 11 سنه متتاليه، اعتقد ان دول بينقلوا خبراتهم للعيبه اللي موجودين. انا مش انا بقررها لك تاني، اشرف مع اول تمرين في التمرين عايز اقول لك التمرين كان ليها شكل بصراحه، انا شخصيا يعني حسيت ان ربنا كرمني بوجود اشرف معانا في الجهاز بعد اول تمرينه. وعايز اقول لك على حاجه كمان، انا مرنت خمس ست افراد من عيله اشرف عوض حتى شيماء. لا لا انت واخد العيله بقى يا كابتن يعني خط طويل كده يا كابتن ما شاء الله، ربنا يوفقك يا كابتن وكلنا ثقه والله يا كابتن فيك، ويعني مش عايز اقول لك مكالمتك طمنتنا بشكل كبير والله يا كابتن، كل التوفيق لك يا كابتن طارق محروس ما شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله السنه دي وتفرحونا ببطوله واحنا عندنا ثقه بده ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله بنفسكم وباذن الله بدعاء الناس وبالصبر شويه كل حاجه هتيجي باذن الله ان شاء الله. كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لك يا كابتن اشرف بعد مكالمة كابتن طارق محروس حسيت قد ايه الحب اللي مع الجهاز. اه طبعا يعني انتوا الحب اللي بينكم من بعض والحب ده اكيد رايح للعيبه، ومنقول للعيبه بجد يعني الواحد بيدعي من كل قلبه ان ربنا يتوج كل اخلاصكم ده البطوله. اه طبعا يعني طبعا طبعا اشكر كابتن طارق محروس كابتن محمد عادل على الثقه طبعا اللي ادوها لنا واللي ادوها لي يعني، وطبعا زي ما كابتن طارق بيقول احنا الحمد ان شاء الله ان شاء الله بنعمل بنجهز فرقه كويسه، فرقه صغيره في السن لحظ البطولات اللي جايه باذن الله، ويعني نحقق بطولات ونحقق ماتشات كتير ومكسب، وربنا يوفقنا طبعا في الفتره اللي جايه باذن الله. انا عايز اقول لك كابتن والله بجد يعني يعني الواحد لما بيلاقي فرقه بتتعب وجهاز فني بيتعب وبيخلص النيه، واهم حاجه اخلاص النيه يعني كابتن طارق محروس دخل ما اتكلمش عن نفسه، اتكلم عنك وعن كابتن محمد عادل واتكلم عن اللعيبه. يعني هو دي ميزه طبعا في كابتن طارق ان هو يعني ايه بيكبر اللي معاه بيكبر اللي معاه، فالحب والتناغم ده بيخلي اللي زيي انا بيحب النادي وشايف ان 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 ان, إن الفرقه دي لا بجد ربنا يوفقك. لا ان شاء الله ربنا يوفقنا في الفتره اللي جايه، وزي ما بقول لك احنا يعني اللعيبه بالجهاز الفني بكل اللي موجودين مركزين جدا على ان احنا نحقق بطولات. اه في لعيبه صغيرين لسه قليل الخبرات زي ما قلت لك كابتن عاسم، ان في عندنا الفتره دي هنقدر 81 يوم ان شاء الله ان شاء الله نقدر ندي يعني خبراتنا طبعا تحت قيادة كابتن طارق وكابتن محمد عادل طبعا المدرب العام. خلي بالك كابتن محمد عادل برضك من نجم كبير طبعا ومدرب كبير وحقق بطولات ومدرب منتخبات طبعا. يعني الحمد لله الجهاز كله يعني
يعني في يعني متلفين على كلنا يعني على بعض، ما فيش حد بيبخل حاجه لحد. طب اقول لك يا كابتن، احنا خلاص يعني فاضلين دقيقه ونختم، انا عايز كلمتين من حضرتك لجمهور النادي الاهلي، خاصة ان احنا داخلين على فترة فيها توقف وبعد كده داخلين على المعمعة. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني التوفيق عند ربنا، ان هنوعد الجمهور الاهلي احنا نحقق افضل حاجة ونسعدهم. لو كانوا زعلانين مننا شوية ما ان شاء الله يعني يعني نعمل لهم اللي هم عايزينه واكتر ونفرحهم ونحقق مكسب واثنين وثلاثة بالناس اللي طالعة والجيل اللي طالع دوت، ان احنا ربنا يوفقنا باذن الله. ان شاء الله. كابتن انا برضك الاسره بتاعتي عيله رياضيه برضك، انا المدام برضك بتلعب هاندبول وكانت بتلعب في النادي الاهلي ما شاء الله، وابن حسن برضك كان بيلعب. طب لا قول لي، طب المدام اسمها ايه؟ كانت لعيبه ايه بكره يد؟ المدام كانت اسمها رابحه ما شاء الله عنتر، في كانت في جيل كابتن اليوبي، وكانت بتلعب وينج ليفت برضك. في العيله كلها بسم الله ما شاء الله. طب الولاد يعني كلها الولاد ايه يا كابتن؟ حسن برضك كان بيلعب في النادي الاهلي، هو جيل دلوقتي طبعا رشين، واللي هو في بيلعب بكره دلوقتي حاليا مع النادي الاهلي نفس الجيل، لعيب مميز جدا مع كل اللعيبه دي من اللعيبه الناشئين. لا ده احنا مستنيين بقى اجيال واجيال من لعيبه عواض يعني. لا ان شاء الله، عايزين استنزاف باذن الله. استنزاف هاتلنا كتير بس باذن الله. في ناس كويسه جدا في ما شاء الله في الفرقه، وفي ناس عناصر شابه يعني، بس يعني زي ما كابتن طارق بيقول احنا يعني نصبر عليهم شويه. انا عارف ان جمهور الاهلي مستعجل بطولات، ربنا يوفقنا ان شاء الله نحقق بطولات ونحقق بطوله دوري وكاس، وربنا يوفقنا للفرقه اللي جايه. احنا بنعمل على المستقبل، المستقبل ان احنا ناخد بطولات زي ما كابتن طارق يقول. احنا ال 11 سنه اللي احنا كنا لعبنا فيهم مع كابتن عادل وكابتن جوهر وكابتن حازم وكابتن صابر، كل الجيل ده كنا بناخد بطولات دوري. بنخططوا لاعاده التجربه دي، بنخطط ان احنا يعني الفتره اللي جايه دي نطلع بجيل كويس، والعناصر موجوده واللعيبه موجوده وعندهم استعداد، ومش عايزين يزعلوا الجمهور برضه. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن باذن الله القادم افضل. كابتن اشرف الوقت عدى معاك بسرعه، بشكرك ونورتيني وشرفتني في قناه الاهلي. شكرا كابتن ياسر، ربنا يخليك، ربنا يخليك كابتن ياسر، واشكر قناه النادي الاهلي، وعايز اشكر مجلس الاداره برضك ثاني ان هو حط الثقه فيا دي، والجهاز الفني ولمدير النشاط الرياضي وكل الموجودين. ده ان شاء الله كابتن حبيبي يا كابتن، ربنا يبارك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع اسطوره كره اليد في النادي الاهلي ومصر اشرف عواض. انتظرونا في حلقه جديده ونجم جديد مع الابطال.